واحنا بنتكلم على الحرب، واحنا بنتكلم على الشهداء، واحنا بنتكلم على الصحفيين، فهتجد الشهيد عصام عبد الله مصور وكالة رويترز الذي سقط شهيدا، الله يرحمه الله يرحمه، سقط شهيدا بسبب القصف، قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. يمكن لحظة الصمت وأنا بتكلم وأنا قاعد عمال ببص على صورة زميل مهنة، كل اللي عمله أنه بيشتغل، بيشوف شغله كمصور كصحفي، سقط بشرف، أو قل صاعدا إلى السماء بشرف. معانا على التليفون سيد زهير طرابلسي، زوج عمة الشهيد عصام عبد الله. أهلا بك سيد زهير. يعطيكم ألف عافية. الله يرحمه، لكن نقول إنه أصبح شهيد، فهو صاعدا بشرف ولم يسقط عصام. صحيح. ارتقى شهيدا وعريسا. صحيح. كل الأحرار في العالم. صحيح. هو شهيد لمهنته، شهيد للحرية، شهيد للصحافة، شهيد الحقيقة لأرضه، فارتقى فعلا عصام. لكن مهم عندنا ان احنا نعرف اللحظات الأخيرة للزميل الشهيد عصام عبد الله، ايه اللي حصل؟ لحظاته الأخيرة كانت عاملة ازاي؟ الشهيد عصام شاب مقدام، لطيف، محب، ذو الوجه الطفولي، صاحب الابتسامة الدائمة، عشق المدى، من أوكرانيا إلى تركيا إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، عشق الصحافة، كان ولا زال حتى تاريخ استشهاده صاحب همم، صاحب طاقة إيجابية، سلاحه الوحيد حب الإنسان، العدسة، توثيق الخبر، حتى أصبح هو المبتدأ والخبر. كان باستمرار صاحب مبادرة، لم يحمل سلاحا في أي يوم من الأيام، محب للحياة، سلاحه الوحيد كان ابتسامته والعدسة الثاقبة، كان محترفا في مهنته، محبا لكل الناس، كان يتهيأ لكي نزفه عريسا وحبيبته بالانتظار، إلى أن سقط في ساحة الصحافة. المجد والخلود للجنود الأبرار الصحافيين ولكل زملاء عصام ومحبيه وإلى كل شهداء العالم. عصام ارتقى شهيدا وهو يقوم بمهمته النبيلة كصحفي ومصور يظهر الحقيقة أمام العالم، فقتلوا الاحتلال. صحيح صحيح. كان يتحضر للزفاف، يتحضر ليكون زوجا، ليبني عائلة، فأنهى هذا الحلم أجيال. والاحتلال أنهى الحلم، أنهاه بقساوة غير عادية. ليس من السهل أن ترى أشلاء من تحب، ليس سهلا أن ترى هذه الأحلام تتساقط، ولكننا نفتخر بعز وشرف. هذا قدرنا أن نضحي، وسنكمل الطريق بالمحبة والابتسامة وتوثيق الخبر. بالنهاية صورة الشهيد وابتسامته هي الحقيقة، لن يستطيع أحد إخفاء هذه الحقيقة.
فألف تحية لكل الصحافة في العالم. عصام وكل زملائنا الحقيقة اللي سقطوا لأجل إظهار الحقيقة يستحقوا مننا كل التحية، كل قلوب المصريين معاكم يا سيد زهير، كل أرواح المصريين معاكم، كل عقولنا وكل مهنيتنا معاكم. بننقل لكم مش تعازينا، ولكن ننقل لكم تحياتنا لعصام، تحياتنا لأسرة أنجبت هذا البطل والشهيد، شهيد هذه المهنة وشهيد الحرية وشهيد الحقيقة عصام عبد الله. أشكرك سيد زهير طرابلسي زوج عمة الشهيد عصام عبد الله، سقط بقصف الاحتلال لأنه يريد أن يقول الحقيقة.